السلام عليكم. المحاضرة السابعة لطلبة المرحلة الثانية قسمي هندسة تقنيات الحاسوب وقسم هندسة الاتصالات لطلبة كلية العراق الجامعة في مادة الانالوج إلكترونيكس. شباب، احنا بالمحاضرة السابقة المحاضرة السادسة بلشنا بشابتر 3 اللي هو Field Effect Transistors اللي هو الفيت، وقلنا بصورة عامة بثلاثة أنواع اللي هو الجي فيت والدي موس فيت والإي موس فيت. الجيفت بالمحاضرة السابقة أخذنا به الحالة الأولى اللي هي الفيكست بايس، وأخذنا به السيلف بايس. اليوم إن شاء الله راح نكمل بالمحاضرة السابعة النوع الثالث، وهو الفولتج ديفايدر للجيفت، الفولتج ديفايدر للجيفت، ومن ثم نكمل الدي موسفيت والإي موسفيت. شباب، مثل ما متفق وياكم أني أنه هذا الملخص أني أكتبه وألخصه من الملزمة وما اخلي على موقع الكلية، موقع الكلية مرفوع عندكم الملزمة، واضح؟ فالمفروض لمتابعة الفيديو وحتى تستفاد بيدك ورقة وقلم وتكتب وياي، تسوي هذا الملخص لنفسك، واضح؟ فنكمل اليوم شباب الفولتج ديفايدر بالجي فيت. شوف مثل ما تشوف هنا الرسم شباب، هذا نوع الترانزستور هنا، شنو هذا نوع الترانزستور؟ من شكل الترانزستور انا اعرفه انه هذا هو جي فيت، هذا جي فيت. Drain Gate Source، واضح؟ الـ Voltage Divider شباب هو مقاومة على الـ Drain، مقاومة على الـ Source، على الـ Gate مثل ما كان عندي بالـ BJT على الـ Base، عندي مقاومتين على التوازي اللي هي R1 و R2. هنا وين راح تكون الـ R1 والـ R2؟ راح تكون على الـ Gate، فهذا هو شكل الدائرة الـ Voltage Divider. شباب بالـ BJT، بالـ BJT نوع الترانزستور الأول اللي كان اللي هو الـ BJT، بالفولتج ديفايدر شنو اسوي؟ اول شغلة اسويها اطلع الـ V-Thevenin والـ R-Thevenin. عندي ملاحظة هنا صغيرة قبل لا نبلش بالحل، هنا شباب ما احتاج اطلع الـ R-Thevenin، الـ R-Thevenin الـ R على الـ Gate هنا ما احتاج اطلعها، اطلع فقط الـ V-Thevenin، اطلع فقط الـ V-Thevenin. ليش ما اطلع الـ R-Thevenin واللي هي نفسها الـ R-G، الـ R على الـ Gate؟ لانه شباب احنا بالفيت، ترانزستور الفيت، عندي التيار دائما زيرو، تيار يساوي صفر. اذا كان التيار يساوي صفر شباب، اذا المقاومة ايش راح تطلع؟ المقاومة ايضا ما لها اي قيمة، لان الفولتية هنا راح تكون التيار في المقاومة، وبما انه التيار صفر اذا الفولتية راح تطلع لي صفر، واضح شباب؟ زين، اذا اريد احسب المقاومة راح تساوي الفولتية على التيار، ويعني الفولتية على التيار قيمة صفر، راح تطلع انفينيتي، واضح؟ فما يحتاج احسب الـ R-Thevenin بهذا الترانزستور الجي فيت او الموسفيت، الدي موسفيت او الاي موسفيت، ما احسب الارثيفنين، الارثيفنين ما احسبه نهائيا، واضح شباب؟ لانه التيار قيمته زيرو، وبالتالي المقاومة راح تكون زيرو، واضح؟ زين، نجي نحسب الفيثيفنين بالطريقة السابقة نفسها اللي اخذناها بالبي جي تي. الفيثيفنين راح تساوي لي المصدر الرئيسي اللي هو الفي دي دي مضروب في قيمة المقاومة الاريد فولتيتها على حاصل جمع المقاومتين، على حاصل جمع المقاومتين، هذا هو قانون الفي ثفنين، واضح؟ صار عندي في ثفنين، وقلنا الفي ثفنين، الفي ثفنين الفولتية لهذا المقاومتين هي نفسها الفي جي، هي نفسها الفولتية على الجيت، واضح؟ الفي ثفنين تساوي الفي جي، وهذا هو قانونها. الار ثفنين هي نفسها الار جي، وراح تساوي لي زيرو، واضح شباب؟ دائما قيمة الار ثفنين بعد ما احسبها، لان هي زيرو لانه التيار زيرو، احسب فقط قيمة الـ V ثفنين. زين، اذا اريد اجي احسب الـ VGS شباب، اذا اريد اجي احسب الـ VGS اخذ لوب، اذا اريد اجي احسب الـ VGS اخذ لوب، هنا اللوب منو عندي؟ هو VG ماينس RG في IG، والـ IG زيرو فتروح، ماينس VGS اللي هي الفولتية ما بين الـ Gate والـ Source، ماينس مقاومة RS مضروبة في قيمة التيار اللي يمر بهذه المقاومة اللي هو قلنا الـ ID، يعني هو الـ IS هو نفس الـ ID، التيار الجاي بهذا الاتجاه، واضح؟ راح يساوي لي صفر. من هذا اللوب، من هذا اللوب اللي أخذته أنا هنا هسه، إيش أستنتج؟ أستنتج قيمة الـ VGS. الـ VGS شنو راح تساوي لي؟ راح تساوي لي VG ماينس RS في ID. طبعًا RS في ID هي نفسها الـ VS، RS في ID هي نفسها الـ VS. وانا اكو عندي قانون سابق شو يقول؟ يقول الـ VGS هي تساوي VG ماينس VS، واضح شباب؟
زين الاي دي شلون احس به؟ تيار الدرين، تيار الدرين شلون احس به؟ حسب القانون اللي اخذناه بالمحاضره السابقه اللي هو قانون شيرلي اللي يقول اي دي اس اس تساوي 1 ماينس في جي اس على في بي كل تربيع. واضح؟ طبعا قلنا الفي اس الفولتيه على السورس هي قيمه التيار اللي يمر بهذه المقاومه اللي هو الاي دي مضروب في قيمه المقاومه ار اس. زين ناخذ اكزامبل شباب على هذا الحكي. هذا اكزامبل هنا، اكو عندي هذا ترانزستور فولتج ديفايدر الدائره، الترانزستور هو جي فيت لدائره فولتج ديفايدر، نعطيني قيمه الاي دي اس اس 8 ملي امبير، ونعطيني قيمه الفي بي 4 فولت سالب 4 فولت. واضح؟ يقول لي احسب الاي دي والفي جي اس والفي دي والفي اس والفي دي اس. مباشره شباب انا دائما بالفولتج ديفايدر شنو اطلع؟ اول ما اطلع قيمه الفي ثفنن، اطلع قيمه الفي ثفنن وهي نفسها الفي جي، راح تساوي لي 16 فولت الفولتيه الرئيسيه مضروبه في قيمه المقاومه 270 على حاصل جمع المقاومتين اللي هي 270 كيلو زائد 2.1 ميجا. واضح؟ تطبيق مباشر بالحاسبه راح يطلع لي قيمه الفي جي هي 1.8227 فولت. قلنا الار ثفنن هي نفسها الار جي وتساوي 0. قانون الفي جي اس ايش راح يساوي لي؟ قانون الفي جي اس يساوي لي الفي جي في جي ماينس ار اس في اي دي ماينس ار اس في اي دي. واضح؟ اذا قانون الاي دي شو يساوي لي؟ قانون الاي دي يساوي اي دي يساوي اي دي اس اس اللي هنا بالسؤال نعطيك اياه 8 ملي امبير مضروبه في 1 ماينس في جي اس على في بي. في جي اس انا ما عندي قيمتها، شو اعوض؟ اعوض قانونها كامل. هذا قانون الفي جي اس، هذا قانون الفي علاقه الفي جي اس اللي هي في جي ماينس ار اس في اي دي. واضح؟ على في بي سالب 4، هذه في بي سالب 4 كل تربيع. معادله عندي بها مجهول واحد فقط اللي هو الاي دي، اطلع قيمه الاي دي راح يطلع 2.416 ملي امبير. ارجع اعوض هسه قيمه الاي دي هذه، وين ارجع اعوضها؟ ارجع اعوضها هنا بقانون الفي جي اس حتى اقدر احسب قيمه الفي جي اس. الفي جي اس راح تطلع ماينس 1.801 فولت. واضح شباب؟ زين هسه اجي احسب الفي دي. طبعا الفي دي وين موقع الفي دي بالدائره شباب؟ هاي الفي دي هنا، هذه الفي دي بهذه النقطه، الفي دي بالضبط، الفي دي بهذه النقطه بالضبط. فاخذ لوب شباب، اخذ لوب هنا حتى احسب الفي دي. فايش اقول؟ اقول 16 فولت ماينس المقاومة على الار دي اللي هي 2.4 كيلو في التيار اللي يمر بالار دي اللي هو اي دي واللي احنا طلعنا قيمته 2.416 واضح ملي ماينس في دي تساوي 0. من هذا اللوب اذا الفي دي راح تساوي لي 16 اللي هي الفولتية ماينس ار دي في اي دي وتساوي 10.2 فولت. الفي اس شباب قانون قلنا الفي اس هي اي دي في ار اس، عندي اي دي وعندي ار اس اضربهم راح يطلع لي الفي اس. الفي دي اس هي في دي ماينس في اس، في دي ماينس في اس، هذه الفي دي موجوده وهذا الفي اس الفولتيه على الدرين والفولتيه على السورس، يطلع لي قيمه الفي دي اس. خلص شباب هذا هو الفولتج ديفايدر للجي فيت. النوع الثاني من الفيت هو عندنا الدي موس فيت. دي موس فيت شباب شلون اميز الدائره هل هي جي فيت او دي موس فيت لو اي موس فيت؟ من شكل الترانزستور، من شكل الترانزستور. هذا شكل الترانزستور مهم جدا لانه بالامتحان ما يقول لك هاي الدائره هي جي فيت او دي موس فيت او اي موس فيت، لكن من شكل الترانزستور المفروض الطالب يعرف هذا نوع الترانزستور. فنوع الترانزستور هنا هو الدي موس فيت، هذا هو الدي موس فيت. ناخذ اكزامبل مباشر ونشوف الدي موس فيت. هذا هو الترانزستور مالتي، من شكل الترانزستور عرفته هذا الدي موس فيت. طبعا فولتج ديفايدر، فولتج ديفايدر. فرأسا مباشرة بما انه هي فولتج ديفايدر، اول ما احسب الفي ثفنن اللي هي نفسها الفي جي وتساوي للفولتية الكلية 18 فولت في 10 ميجا على حاصل ضرب جمع المقاومتين 10 ميجا زائد 110 ميجا. واضح؟ راح تطلع الفي جي 1.5 فولت وهي نفسها الفي ثفنن. قلنا المقاومة على الجي على الجيت بعد ما احسبها لان هي تساوي صفر بما انه التيار يساوي صفر، مباشرة الفي جي اس راح تساوي لي الفي جي اس ايش راح تساوي؟ راح تساوي الفي جي ماينس الار اس في الاي دي. واضح؟ من جبت هذا القانون اني؟ من خلال هذا اللوب، من خلال هذا اللوب. هذه الدائره تتحول الى سيلف، هاي الدائره تتحول الى سيلف. اخذ لوب 1.5 ماينس ار جي في اي جي تروح 0 ماينس في جي اس الفولتيه ما بين الجيت والسورس
ماينس قيمة المقاومة 750 أوم في قيمة التيار اللي مر بهذه المقاومة اللي هو الـ ID يساوي صفر. هذا اللوب. من هذا اللوب، هذا هو اللوب، أطلع قيمة الـ VGS راح تساوي 1.5 ماينس 750 في الـ ID. إذا أنا شنو سويت هنا؟ كتبت الـ VGS بدلالة الـ ID حتى من أعوضها بقانون الـ ID الرئيسي، راح يساوي لي IDSS اللي هو ناطيكها بالسؤال 6 ملي أمبير، IDSS 6 ملي أمبير في 1 ناقص VGS. بمكان VGS شنو أعوض؟ عوض علاقة الـ VGS على الـ VB ناطيك إياها سالب 3 كل تربيع، من هذه العلاقة بيها مجهول واحد اللي هو الـ ID، راح تطلع لي قيمة الـ ID 3.12 ملي أمبير. من طلعت قيمة الـ ID وين أرجع أعوضها؟ أعوضها بقانون الـ VGS هنا وأطلع قيمة الـ VGS، طلعت minus 0.84 فولت. وهو المطلوب منك بالسؤال find ID and VGS. هذا هو الدي موسفيت شباب، ما بي أي شيء، بسيط جدا. تلاحظوا انه بسيط لانه الاشتقاقات والقوانين كلها جاي تنعاد عليك على نفس الدوائر اللي اخذناها بنوع الترانزستور الاول اللي هو البي جي تي. شباب مهم جدا جدا جدا، ورقه وقلم وكالكوليتر وياك، لازم الاكزامبل ترسم الدائره مالته، تقرا الموضوع وتقعد تحل الدوائر. واضح شباب؟ الموضوع سهل مو صعب، مجرد هو اعاده للبي جي تي مع يعني احترام بعض الخصائص للفت. واضح؟ مثلا الجيت وخاصيه من خاصيه الجيت وتيار الجيت هو دائما زيرو، وهذا راح يسهل عليك هوايه امور، من ضمنها انه الار 2 بالفيت ما احسبها اني، واضح؟ لانه الاي جي يساوي زيرو. النوع الثالث والاخير من الترانزستور الفيت هو الاي موسفيت، هو الاي موسفيت. شباب الاي موسفيت يختلف شويه عندي عن الجي فيت والدي موسفيت، الجي فيت والدي موسفيت يختلف من يا ناحيه؟ من ناحيه قانون حساب الاي دي. اني الاي درين بالجي فيت وبالدي موسفيت شلون احسبه؟ اقول اي دي يساوي اي دي اس اس افتح قوس 1 ماينس في جي اس على في بي كل تربيع. لكن الاي دي بالاي موسفيت، الاي دي بالاي موسفيت يساوي لي كي اللي هو ثابت مضروب افتح قوس في جي اس ماينس في جي اس ثريشولد جهد العتبه. واضح؟ كل تربيع. زين الكي شنو قانون هالكي شلون احسبها؟ الكي هي تساوي لي I drain on، وهذا دائما يعطى بالسؤال، على تحت الجذر VGS on minus VGS threshold كل تربيع. زين سؤال، شلون اعرف انا هاي الدائرة MOSFET؟ اعرف الدائرة MOSFET من خلال شكل الترانزستور. هذا هو شكل الترانزستور، اذا هذا هو MOSFET، ويكون مفصولة، هذه تكون مفصولة عن هذه، عكس الدي MOSFET تكون كلها متصلة. واضح؟ هذا شكل الترانزستور، اذا هو E MOSFET اللي هو Enhanced MOSFET. اوكي، من شكل الترانزستور اقدر اعرف الدائره. نجي شباب اذا اريد احسب الفي جي اس، اذا اريد احسب الفي جي اس اخذ هذا اللوب هنا، اخذ هذا اللوب لحساب الفي جي اس، فشي يصير عندي في دي دي ماينس ار دي في اي دي ماينس ار دي في اي دي ماينس ار جي في اي جي، وقلنا هاي زيرو تروح حتى اقدر ما اكتبها، ماينس في جي اس تساوي صفر. هذا هو اللوب. اوكي، من هذا اللوب هاي راح تصفر عندي الـ RG والـ IG، من هذا اللوب الـ VGS ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي VDD ماينس ID في RD. واضح؟ من لوب 2 احسب الـ VDS راح تساوي لي VDD ماينس RD في ID ماينس VDS تساوي صفر، وبهاي الحالة الـ VDS راح تساوي VDD ماينس ID RD. نجي ناخذ اكزامبل على الموضوع، هذه هي الدائرة مالتي، شكل الترانزستور هو E MOSFET. إذا شلون أحسب هنا الـ ID؟ أحسب وفق قانون الـ K، وعندي قانون الـ K أنا يساوي ID on على VGS on minus VGS 3 شوت كل تربيع. إذا الـ ID on إيش قد نعطيك إياه بالسؤال؟ ID on 6 ملي، هذه 6 ملي، على VGS on إيش قد؟ 8 minus VGS 3 شوت إيش قد نعطيك إياها؟ 3 فولت، هذه تربيع، راح يطلع قيمة الـ K هو 2.4 في 10 أس سالب 4، أحولها دائما أحاول بالملي، فتصير الكي 0.24 ملي أمبير لفولت للفولت المربع، الفولتية تربيع. أوكي شباب، زين الـ VGS شنو قانون الـ VGS؟ هو VDD ماينس RD في ID، صح لو لا؟ زين الـ VDD 12 فولت، هذه 12 فولت نزلناها، ماينس RD 2 كيلو يعني 2000 في قيمة الـ ID، وأنا ما عندي ID.
زين اجي اعوض القانون مالتي شباب، اي دي راح تساوي كي، واحنا وجدنا قيمة الكي اللي هي 0.24 في 10 اس سالب 3. افتح قوس في جي اس، بمكان الفي جي اس شنو اعوض؟ اعوض قانونها اللي هو 12 ماينص 2000 اي دي، 12 ماينص 2000 اي دي ماينص في جي اس 3 شو نعطيك اياها بالسؤال؟ 3، الفي جي اس 3 شو 3 كل تربيع. معادله بها مجهول فقط الاي دي، اقدر اوجد الاي دي لو ما اقدر؟ اكيد راح يطلع لي الاي دي هو 2.79 ملي امبير. ارجع اعوض قيمه الاي دي بقانون الفي جي اس هنا، راح يطلع لي قيمه الفي جي اس هي 6.42. شباب الحد هذه الاكزامبل على الايموسفيت، خلص الشابتر 2 اللي هو العفو شابتر 3 اللي هو الفيت ترانزستور، واخذنا به ثلاث انواع اللي هو الجي فيت والدي موسفيت والاي موسفيت مع اشتقاقاتها قوانينها مع الاكزامبلات. شكرا جزيلا شباب، اي سؤال اي استفسار انا حاضر، يوم الاحد بالكليه موجود، واذا وباقي الايام اي سؤال عندكم نقدر نتواصل من خلال موقع الجامعه او من خلال التليجرام او عن طريق الواتساب، اي طريقه تعجبكم. اي سؤال اي استفسار شباب لا تتردد، اقعد حل الاكزامبلات حل الامثله، واي سؤال عندك شيء اي شيء توقف بيه يعني حاضر. شكرا جزيلا لكم.